بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة. عودنا رجعنا لكم في فيديو جديد بعد هذه المدة اللي غبنا فيها، سمحوا لنا، الله غالب كانت عندنا ظروف. المهم قناة اش تي ستور عاود رجعت لكم ان شاء الله بلي فيديو، ودوما مع الجديد. احنا رانا ديما نسعى ان شاء الله باش نحط لكم مرجع على اليوتيوب، باش الناس اللي تحب تشري ولا الناس اللي حابة تعرف على أجهزة الاستقبال ديما راح تلقانا في الواجهة، وين نحط لهم الأسعار ومراجعات الأجهزة اللي راه متوفرة في السوق الجزائري. وإن شاء الله نكونوا نفيدوا الناس ونستفادوا حتى احنا. المهم كاين زوج ملاحظات راح نحكيو عليهم. الملاحظه الاولى هي بالنسبه للناس اللي راح تحب دير كوموند ولا تحب تشري علينا من المتجر تاعنا، رانا وفرنا لكم موقع خاص بينا اللي هو htstore.xyz، وايضا تلقاو فيه كامل المنتجات وين كاين توصيل كامل الولايات، والبيع ايضا في المحل في ولايه البويره كما كامل على بالكم. هذه ملاحظه على كل حال، مش راح تكون زيادة فيها. الملاحظة الثانية، كاين بزاف ناس اللي تكتب لنا كومنتار كيفاش نقولوا حنايا، اسكو ترسل الولاية الفلانية، اسكو دير توصيل، شحال السعر تاع هذا، شحال السعر تاع هذا، وين حنا رانا نحطوا تقريبا الاسعار، فاسعار يعني بالتقريب في على مستوى في داخل الفيديو. عذرا الناس اللي راهي حابه تواصل معنا اون جينيرال، سواء تشري ولا تستفسر ولا حاجه، رانا نحطو لكم دوما في صندوق الوصف رابط تاع الواتساب خاص بنا، رابط صفحه الفيسبوك، رابط تيليجرام، ورابط الانستغرام. هذو الربعه كفيلين ان اي واحد فيكم يقدر يتواصل معنا ونجاوبوه، سواء استفسار ولا عمليه شراء ولا توضيح ولا حتى تصحيح، لانه احنا في الاخير رانا نجمعوا المعلومات على حساب المجال اللي رانا نخدموا فيه، ممكن نصيبه، ممكن تكون عندنا خطأ يعني نغلطه فيه، وهذا وارد، رانا كامل بشر وحنا نتقبل الانتقاد. المهم هذه الملاحظة الثانية. نرجع للفيديو تاعنا اليوم. رجعنا لكم مع شركة راينو في جهاز جديد. شركة راينو راهي بقوة، بكل صراحة راهي بقوة في مجال أجهزة الكهرباء المنزلية وخاصة أجهزة الاستقبال، من راهي تخدم حاجه تلبي متطلبات الزبون الجزائري، وراهي بدات تعمر السوق الجزائريه. كما كنتو شفتو من قبل، كان عندنا الرايلو ار اس RS-H55HHD اللي كان يجي فيه سيرفر فور ايفر 15 شهر، وعام اوركا اي بي تي في، وشهر ابولو. اليوم رايلو، شركه رايلو اللي هي شركه جزائريه، عاود رجعت لكم بجهاز جديد، تصميم نفسه ولكن مواصفات جديده. راح نفتحوا العلبه ونتكلوا على الله نشوفوا واش كان فيها، ومن بعدك نحكوا المواصفات التقنيه للجهاز. هذا هو الجهاز، نفس الجهاز اللي كان من قبل القديم، عاودوا داروا فيه موديفيكاسيون. دوكا نشوفوا واش تبدل فيه. منا عندنا طونر تاع سينيال، بورت يو اس بي، مدخل الكابل اتش دي ام اي، وهنا ايضا الافي كما راكم تشوفوا. من الجهه الاخرى عندنا بورت اليمونطاسيون 12 فولت 1 امبير اتش دي ام فيش اير، وعندنا وصله الار اس 232. هذا هو الجهاز. كما راكم تشوفوا عندنا في الجهاز مدخل يو اس بي واحد، وهذا يعني انه الجهاز راح يجي بواي فاي مدمج. نخلو الجهاز اكوتي ونكملو واش كاين داخل العلبة. عندنا مانيوال من شركة راينو، شهادة الضمان لمدة 12 شهر، تيليكوم، جهاز تحكم عن بعد. الجهاز راه متوفر يعني، راه كاين شركة دارت اللي عليها وراه متوفر التليكوموند تاعها. ترانسفو 12 فولت 1 امبير، كابل اتش دي ام اي صغير كيما كامل اجهزة الميني. نرمو مازالو زوج حاجات، لي بيل، وعندنا فيش اي ار كيما راكم تشوفو لافيشار.
راح نحط كل هذا الشيء على حده وراح نرجع للجهاز نحكوا على الصح والمفيد. الجهاز RS-65W يجي بسيرفر فوريفر اس او لمده 15 لمده 12 شهر، عفوا ماهوش 15 شهر كما كان من قبل، لمده 12 شهر. الاي بي تي في اللي فيه هو الاول ابولو اي بي تي في فوريفر، ابولو فوريفر لمده 12 شهر. نفهمكم وشنو هو الفرق ما بين ابولو فانكام ابولو فوريفر. ابولو فانكام يجي في القنوات تاع بي ان سبور ولا قنوات سبور، يجي كاليتي ديماج اس دي، جودة الصورة اس دي. في الابولو فور ايفر تجي جودة الصورة في قنوات رياضية اتش دي. السعر تاع التجديد تاعهم راه كاين اللي يحسبوا 150 160 بالنسبة لابولو فانكام، و 300 حتى 350 بالنسبة لابولو فور ايفر. داكور انا تفهمنا. بالنسبه للاي بي تي في الجديد اللي كاينو في الار اس 55W واللي يعني هو اللي خلى الجهاز يعني يكون شويه حاجه مليحه والناس تطلبها، هو انه فيه 12 شهر من سيرفر من اي بي تي في لينكس اي بي تي في المعروف عند كل الجزائريين اللي اثبت الكفاءه تاعو، الجزائريين كامل بريس كامل دايرينو كامل يعرفوه. فيه يعني سنه اي بي تي في لينكس، كود التفعيل في لينكس بعد التحديث الاخير اللي ظهر في 7 ماي 2023 هو 55 55. راح نحط لكم الرابط تاع التحديث والكود تفعيل لينكس اي بي تي في اسفل هذا الفيديو مع صندوق الوصف وين كاين المعلومات تاع الصفحه تاعنا. ونتمنوا منكم ان شاء الله تلتحقوا بنا ونديرونا اعجاب وبارطاج ومتابعه للصفحه تاعنا حتى ما يفوتكمش الجديد، وايضا حتى احنا نستقبلوا استفساراتكم. قلنا ايضا الجهاز يجي بوي فاي انتجري ويدعم خاصيه الملتي ستريم. الان قبل ما نكملوا المراجعه نحكيوا على مقارنه للاجهزه في شركات اخرى. نجيو الاول جهاز يعني نقدروا نقولوا عليه اللي هو داير ضجه، اللي هو الام 4 ميني ايفو من شركه جيو، يجي ب 15 شهر سيرفر فوريفر اس او 12 شهر ابولو وي فاي انتجري. الجهاز الثاني ولا الأجهزة الخاصة بستارسات 7060 تي 30 برو و 8060 يجو ب 12 شهر سيرفر فور ايفر اس او و 12 شهر ابولو اي بي تي في بدون واي فاي انتجري. السعر تاعهم جيون راه يدير ما بين 620 ما بين 6000 دينار 600 حتى 650. ستارسات راه يدير تقريبا ثاني ايضا من 6000 دينار حتى 6500 دينار جزائري. كاين ايضا جهاز جيون جديد اللي هو جيون ام 5 ايفو، فيه 15 شهر سيرفر فور ايفر اس او و 15 شهر ابولو اي بي تي في فور ايفر، وفيه واي فاي انتجري ايضا. السعر تاعو ثاني من 6000 دينار حتى 6500 دينار جزائري. يعني هذه مقارنه باش الناس كي تحب تشوف جهاز رايلون بالنسبه للمواصفات اللي فيه واش كاين يقدر نفس الفئه ولا نفس السعر الفئه السعريه، واش نقدر نجيب ايضا بنفس السعر اللي نجيب فيه رايلون، ونشوف المقارنه شكون يعطيني زياده. انا بالنسبه لوجهه نظر تاعي طونك راني بعت من جيون واستعملت جيون بعت ستارسات سواء في الموديل الجديد ولا في القديم، نشوف في الرايلون انه جهاز السعر تاعو راه 6000 دينار جزائري وبمواصفات كيما هذه، عام فور ايفر اس او، عام ابولو اي بي تي في، وعام لينكس اي بي تي في. كاينه ملاحظه بك نديروها ما بين قوسين بالتاريخ اليوم اللي رانا نديرو فيه التسجيل تاع الفيديو 10 ماي 2023، ابولو اي بي تي في راه فيه مشكل، راه فيه مشكل. المشكل هو انه تدخل الابولو ولكن قنوات تاع بي ان سبور رياضيه ما تمشيش. يعني الناس اللي تبع الرياضه ولا اللي تجيب الابولو على جال الرياضه ما راح تستفاد والو، وين تولي دير اشتراكات تاع اي بي تي في واحد اخرين سواء لينكس ولا ميجا ستار ولا اكستريم ولا ايرو برو ولا اي حاجه. هذه نقطه باش نخلوها متفاهمين فيها. الجهاز هذا راه متوفر عندنا في المحل في ولايه البويره، وايضا متوفر في الموقع راه نحطوه للناس اللي حابه دير عمليه شراء. المراجعه هذه اللي كانت اليوم، نتمنى منكم انه الناس تدعمنا كما قلنا باللايك والشير والسبسكرايب للقناه تاعنا. اي استفسار ولا حاجه راح توجدونا نجاوبكم ان شاء الله، وما تتردوش تواصلوا معنا ونتلاقاو في ساعه خير وفي مراجعه جديده ان شاء الله. سلام.